الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان المالية السلام عليكم. حاولوا تشوفوا الإخوان المقدمة، هادشي اللي تنقول في الأول حاولوا تسمعوه، لأن تنشوف بزاف لي ستاتيستيك الناس تزيدوا واحد 15 ثانية ولا 20 ثانية اللي تيبداو يشوفوا في فيديو. رحنا تنسميو الله غير باش الله يوفقنا في هادشي اللي تنقولوا وفي هادشي اللي تنديروا. المهم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان المولية كاملين السلام عليكم، تبارك الله عليكم كاملين، الأول قائم والآخر قائمة، كالعادة راكم عزاز. وشكرا بزاف للناس اللي تتخلي كومونتير واللي تتبارتاجي، لأن بان لي أن الفيديوهات تتبارتاجاو في الواتساب وكاين اللي تبارتاجي في فيسبوك، غير هي نسبة الواتساب أكثر من الفيسبوك. دونك شكرا وشكرا وشكرا للناس كاملين اللي متابعينا. دونك إخوان اللي تلتحق معنا لأول مرة، ما ينساش يدير اشتراك، اللي عجبته الفيديو دير لايك، واللي ما عجبتوش دير ديسلايك، وخلي كومونتير واش قولي لنا شنو اللي ما عجبوش ونحاولوا نصلحوا الا كاين شي ما يتصلح. دونك حنا دائما في اطار سلسله الادويه 2019 اللي حاولنا ان شاء الله نديروا من هذا الجدول، عندي لكم الفوق وكالعاده، وان شاء الله في كاع لي ديسكريبسيون ديال الفيديوهات ديال سلسله الادويه عندي لكم حتى لو ليان ديال لي بلاي ليست ديال السلسلات اللي درنا قبل، باش تحاولوا ترجعوا ليهم، لان تقريبا نفس المعلومات تتعاودوا، غير احنا دابا حاولنا نديروا تلخيص من ناحيه البي اش ومن ناحيه لي باكتيري ومن ناحيه لافيكسيون ولاسوسياسيون، وشنو ما نعطوش لاسوسياسيون لي كاتيجوري ديالها. هاد لي كاتيجوري الاخوان باش تبقى غير ثقافه عامه، اللي ما باغاش الباكتيري الكاتيجوري راه ما يتسوقش ليها، هي اصلا ما تنفعناش، غير حنا تنبغيو كما قلنا نثقفوا وما نثقفوش. دونك كنا تكلمنا على البينيسيلين، البينيسيلين تكلمنا فيها على لاموكسيسيلين ولومبيسيلين. دابا عندي ندوزو لحاجه اخرى، غادي ندوزو الدوكسيسيلين، راه تبان لكم مكتوبه وانا عندي غير الدوك ايسي ولا الدوكس. الدوكسيسيلين، الدوكسيسيلين زويون هذا الانتيبيوتيك. اولا خصنا نعرف ان الدوكسيسيلين مشتق من هذاك الشيء اللي تنسموه حنا لي سيكلين ولا لي تيتراسيكلين. كما شلنا لومبيسيلين ولا موكسيسيلين الاولين راهم مشتقين من بينيسيلين، الدوكسيسيلين مشتق من تيتراسيكلين. تيتراسيكلين ما نكثرش عليكم، تيتراسيكلين فيها جوج لي جينيراسيون الاخوان، جينيراسيون الاولى اللي فيها تيتراسيكلين ولوكسي تيتراسيكلين كمواد اكتيف، والجينيراسيون الثانيه اللي فيها الدوكسيسيلين اللي حنايا اليوم غادي نتكلموا عليه. الدوكسيسيلين ملي تنزيدوه في الماء الاخوان راه تيرجع الماء بازيك، دونك بنادم الاحتياط، يعني حنا ديجا تنخافوا من الماء ديال الروبيني بلا خل التفاح، ما بالكم اللي غنزيدوا فيه الدوكسيسيلين، يعني يقدر يزيد من البي اش ديالو. هادشي تيخلي ان مثلا الا درتي الدوكسيسيلين واحد 3 ايام ولا 5 ايام، ان وسط لو تريتمون ولا من وراء التريتمون الطير غادي يقدر يجيه الميغا بكتيريوز. دونك باش نحيدوا هذه المساله، لا عطيت انا الدوكسيسيلين للطير ديالي في الماء، مع العلم ان كاين دوكسيسيلين عند الحمام اللي تيدار في الفم ديريكتومون، هذاك راه نصح به الاخوان ولا ما اظن، المهم تنوجد لكم. المهم ماشي هو هذا، فوالا اكزاكتومون، كاين هاد لورنيميكو اللي درت ديجا عليه فيديو، هذا راه فيه الدوكسيسيلين وهذا تيدار في الفم ديريكتومون، دونك هذا تيسهل الامور. دونك باش نحيدوا المشكل ديال الميغا بكتيريوز مع الدوكسيسيلين، النصيحه اللي تنصح واللي تنستعمل انا شخصيا، اننا نشدو كسكسو ونديروه في الماء، وهذاك الماء يكون فيه خل التفاح، ونعطيو للطيور بوندون لو تريتمون. دونك حتى هذاك الكسكسو نقدروا نزيدوا فيه لي بروبيوتيك. هذه بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا بحال الطريقه ديالي ولا اللي تخدموا بها ديجا، يعني مع بدايه التريتمون تنعطي لي بروبيوتيك البكتيريا النافعه، ما تنتسناش تنسالي التريتمون. دونك هذه غير بين قوسين، دونك الاخوان اللي كان شي نهار للحمام ولا الطيور درتو الدوكسيسيلين، عرف ان البي اش ديالها راه بازيك. حنا قلنا ان الدوكسيسيلين سي ان انتيبيوتيك لارج سبيكتر، كما شرحنا ديك النهار لارج سبيكتر يعني تيغياجي على لي غرام بوزيتيف والغرام نيجاتيف. دونك لي زانفيكسيون ولا لي مالادي اللي تداوي ان الدوكسيسيلين وخصوصا لي تيتراسيكلين معروفين انهم تيعالجوا كاع لي بروبليم تقريبا ريسبيراتوار، يعني الميكوبلازموز، لي بروبليم بولمونير، هادشي كامل تداويه الدوكسيسيلين. دونك اي حاجه فيها بروبليم ريسبيراتوار ولا بروبليم ديال لي برونشيت
راه تداوى منها. نقطه اللي كنت غادي ننسى ماشي غير في الدوكسيسيلين، حنا مادام غنتكلموا على لا كاتيجوري ديال التيتراسيكلين الاخوان، واخا ننساها في فيديوهات اخرين، التيتراسيكلين بعض المرات الطيور تيكون عندهم حساسيه، يعني تقدر تعطي الدوكسيسيكلين للطير ديالك ويموت لان عنده اون اليرجي. دونك هذه القضيه مادام ما عنديوش الطير عند الطبيب باش نشوف واش عنده اليرجي ضد التيتراسيكلين، ونكونوا واضحين وواقعيين مع راسنا، راه ملي تنعطيو التيتراسيكلين يعني اون لوكورونس دوكسيسيكلين تنعطيو لشي طير، راه حنا تنقمر مخير فينا تيقمر الاخوان، باش نكونوا واقعيين. تندوب بالخصوص على الاساتذه اللي بزاف ديال الاخوان تيعتبروهم اساتذه، لما ذكرش هذه المساله انا ما ذكر والو في التيتراسيكلين. التيتراسيكلين بزاف ديال الطيور عندهم اون اليرجي، وهادشي تلاحظ عند بعض الاخوان اللي تنصحوهم يخدموا بالدوكسيسيكلين، تيعطي الدوكسيسيكلين الطير تيموت ليه الغد. دونك الاحتياط، وما دام كما قلت لكم ما نقدروش نصيفطوا الطير عند بيطاري باش نعرفوا واش عنده التيتر عنده اليرجي ولا لا، راه حنا تنقمروا. غالبا لي تيتراسيكلين تنقدروا نخلطوهم كاملين، ماشي غير الدوكسيسيكلين، تنقدروا نخلطوهم مع لي ماكروليد. ورجعوا الاخوان الفيديو الاول اللي شرحت فيه لي ماكروليد والكوليستين. الكوليستين راه شرحناها سطحنا غير سطحيا شرحناها، ولكن راه نديروا عليها فيديو بوحدها باش نعرفوا شنو هي الكوليستين. شنو اللي ما نقدروش نخلطوا معاه؟ ما نقدروش نخلطوا معاه لي بيتا لاكتامين بحال لاموكسيسيلين اللي دوينا عليه تو طالور، ولي زامينوسيد. امينوسيد حتى هي راه كنا تكلمنا عليها بحال نيوميسين. دابا لاموكسيسيلين نيوميسين ما تقدرش تخلطهم مع الدوكسيسيلين. دونك هادو المسائل اللي نقدروا نخلطوهم معاهم. تبقى باختصار الدوكسيسيلين بي اش ديالو بازيك، انتيبيوتيكا لارج سبيكتر، تيحارب بالخصوص لي فوا ريسبيراتوار، يقدر يحارب كما قلنا الميكوبلازموس الكوليباكيلوز، ولكن بالخصوص تستخدم لي فوا ريسبيراتوار ولي فوا لي بروبليم بولمونير. نقدروا نخلطوه مع لي ماكروليد والكوليستين، وما خاصناش نخلطوه مع لي بيتا لاكتامين بحال البينيسيلين ولي زامينوسيد. و التوكسيسيلين راه تيدخل في الكاتيجوري ديال لي تيتراسيكلين. هذا ما كان الاخوان، تبارك الله عليكم. لي دوز كالعاده تخدم لتحت، من ناحيه لا دوز انا اللي تخدم بها راه كاينه مكتوبه هنايا، لا دوز هي 20 ميلي غرام في نص كيلو ديال لي بوا فيف. ما قلت لكم نص كيلو يعني غنمشيو ل 40 تقريبا، 40 ام جي، 40 ام جي في اترو ديال الماء ديال الدوكسيسيلين لا للطيور لا للحمام. هذا ما كان، ومن بعد راه ندير لكم راه كاين لا ديسكريبسيون فيها لي دوز اللي لقيت الاخرين اللي وافقوا او ما وافقوش الطريقه اللي تنخدم بها. هذيك هضره اخرى، وحتى نساليو السلسله ديال الادويه ونرجعوا لهذه المساله لان بزاف ديال الاخوان علقوا عليها. المهم على ما اظن ان الحديث ديالي ما كانش واضح، المهم ما عليناش، للحديث بقيه. تبارك الله الاخوان، الله يسهل الامور. السلام عليكم.